متابعينا متابعين منصة ابو كبير، احنا دلوقتي مش هنقول قدام بنت بمئة راجل، احنا قدام بنت بمليون راجل. بنت ما سمحتش للظروف ان هي تحطمها، ما سمحتش للصعوبات ان هي تخليها تمد ايدها او والدها او والدتها. بنت بتكافح علشان تكمل تعليمها واختها تكمل تعليمها وما يحتاجوش لحد، او يعني ممكن نقول بيتعففوا السؤال وبيجيبوا القرش من عرق جبينهم، وعندهم طموح ان هم برضو يوصلوا لاعلى المكانات في التعليم بتاعهم. بنت نفسها رغم ان هي واقفة بتبيع شندوتشات في ميدان الساعة في الجيزة، الا انها نفسها تكون مترجمة ومرشدة سياحية وتكون من اعظم المرشدين السياحيين. لا بالعكس، دي مش بتجتهد على نفسها في شغلها بس، لا دي لما بتخلص شغلها بتروح بيتها بتذاكر وبتبدأ تترجم حاجات بالانجليش علشان يعني تساعد نفسها لما تخش الكلية اللي بتحلم بيها وهي كلية لغات وترجمة. أهلا بكم حضراتنا وأهلا بيكي يا نورة، عرفينا بنفسك. أنا اسمي نورة أحمد هاشم، عندي 18 سنة، خريجة تالتة سنة وأزهر السنة دي يعني داخلة جامعة، وساكنة في مصر القديمة الملك الصالح. سمعت إن حلم حياتك إنك تكوني في لغات وترجمة. حلم حياتي من زمان جدا ان انا نفسي ابقى في لغات الترجمه ان شاء الله، يعني ربنا يدين البالي، وحتى لو ما ادانيش انا عايزه اثبت نفسي في اي كليه ربنا يكون كاتبها لي، حتى لو انا مش مكتوب لي ان انا اخش الكليه اللي انا عاوزاها برضه هكتب على نفسي عشان يمكن في يوم احققها. يعني انت قصدك دلوقتي انك بتوصلي برضو رسالة، وهي ان كل واحد جات له حاجة يرضى بيها وهيجتهد وهيبقى حاجة طبعاً. فيه دايما هو دايما الخيرة فيما اختاره الله لنا، حتى لو ربنا ما كتب ليش لغات وترجمة، بس انا ممكن ان انا يعني اعلم نفسي الانجليزي واخلي نفسي احسن بكتير، او مستواي في الانجليزي يبقى احسن من اللي في لغات وترجمة نفسيهم، بس فهو ده حلمي، حتى لو ربنا ما ادهوليش دلوقتي يمكن اكيد ربنا لما يشوفني ان انا بجتهد ومصر عليه يعني ان شاء الله في يوم يخليني مترجمة. نورة انا شايف ان انت مهتمية جدا بحتة الجوانب النظافة. طبعا اول حاجة النظافة من الايمان. انا وكمان انا مش عايزة يعني حدي اشيل ذنب حد الصراحة ان انا اكون مأكلة اكل على قد ما بقدر، يعني انا واقفة فعلا في الشارع وفي معرضة للأتربة معرضة لكل حاجة، بس على قد ما بقدر ان انا ما اخليش اي حاجة تيجي على الاكل خالص، يعني حتى لما بفتح علبة انا بغلبها على طول بحطها في كيس علشان انا بجد مش عايزة اشيل ذنب حد خالص، عشان كده بحاول على قد ما بقدر ان انا ما اخليش في الاكل في اي حاجه خالص بس. متابعينا متابعين منصه ابو كبير ميديا، بيسالوكي انت بتبيعي ايه او ايه الشندوتشات اللي عندك؟ انا عندي سندوتشات بيض وجبنه بيضه وجبنه رومي، جبنه نستون، لانشون حلواني ولانشون بيفي، وعندي تونه، عندي بلو بيف مصري مستورد، عندي مربى، عندي حلاوه، وعندي قشطه كده. ناس كتير عمالة تعلق وتقول لك ربنا يحفظك ربنا يبارك فيكي، انت ايه سبب انك امتهنتي المهنة دي؟ سبب طبعا ان انا عايزة اول حاجة ان انا اصرف على نفسي واساعد عيلتي شوية، عشان هم الصراحة تعبوا كتير قوي معايا في الثانوي، يعني ربنا بجد ما اعرفش كانوا بيجيبوا لي القرش بالعافية وبس، وان اهلي ناس كبار كده، انا بابا عنده 64 سنة، وغير كده ان انا عايزة اساعدهم وكمان في نفس الوقت اصرف على تعليمي، عشان انا عارفه ان انا لو لغات دخلت ان شاء الله لغات وترجمه مصاريفها هتبقى عاليه، عشان كده انا بحاول على قد ما بقدر بس. يعني تحب توصلي ايه او ايه رسالتك اللي تحب توصليها لكل شخص بيقول لا انا مش هعتمد على نفسي، انا مش هنزل اشتغل، انا هقعد في البيت، انا هقول انا بنت والكلام ده كله، تحب توصلي رساله ايه للبنات؟ احب اوصل للناس دي رساله ان لازم الواحد يعتمد على نفسه، انت لو ما اعتمدتش على نفسك دلوقتي قدام لازم تعتمد على نفسك، والدنيا هترغمك ان انت تعتمد على نفسك، بس انت لما تبقى متعود ان انت عارف ان انت متعود ان انت تتعب ده قدام في المستقبل هيبقى سهل جدا وانت متعود على كده، انما
طبعا ما فيش مقارنة بين واحد هيبدأ يتعب واحد تعبان من زمان. فعشان كده وغير كده هو ربنا بيراضي كل بني آدم على قد تعبه وما بينساش أي حد. فعشان كده أنا بحاول أسعى على قد ما أقدر. أنا شايف الزباين هنا مقبلين ويعني حاسس حاسس ان هم يعني عارفينك وتحس ان هم جايين عليكي بالاسم كده. يعني في زبون هنا واقف يعني حاسه اول ما جه كده قال منا وبتاع وعملتي الحاجه اللي انا عايزها وكده. فايه السبب ده؟ السبب ده مش عارفه والله. انا لقيهم بيقولي كده اهوت ما اعرفش, بس هو تقريبا عشان المعامله بتاعتي كويسه, معامله طيبه صدقه برضو. انا اللي بقوله ده انا اتلخبطت انا عشان بعملهم كويس بس. طيب احكي لنا مواقف كده مواقف يعني سلبية إيجابية. لا ايجابيه مثلا مع الزبائن عادي يعني يعني ناس بيجولي مخصوص بيقول انا شفتك على النت وجيت لك مخصوص من مدينه نصر ومن 6 اكتوبر وكده. دي حاجه والله العظيم بتفرحني وتخليني مش عايزه اخد منهم حق السندوتش اصلا, بس انا ببقى فرحانه مجرد ان انت جيت قدرتني فانا ببقى فرحانه جدا من حاجه زي كده. وفي بنات اصلا بتجيلي تقعد معايا يعني مش ضروري تشتري مني, بس بتيجي تقعد معايا وتقعد تهزر معايا وتضحك معايا وتقول لي كلام حلو وان هي بتدعمني وان هي بتشجعني. ده حاجه بتفرحني جدا جدا جدا. بس اصلا انا لما كنت نازله كنت متوقعه السلبيه اصلا, ما كنتش متوقعه ان اي حد هيتقبلني. فعشان كده انا ببقى فرحانه جدا بالحاجات دي. كلنا بتمر علينا مواقف صعبة, حاجات صعبة في الحياة, بتواجهها ازاي؟ ابتسامة بس. والله بضحك بقى يعني انا زعلانة مبسوطة دايما بضحك. يعني جات لي عليا شدائد انا واثقة في ربنا, واهي اي شدة بيجي وراها فرج على طول. فعشان كده انا ما بكونش شايل همها قوي, ده ربنا هو اللي هيحلها لي من عنده. يعني انت كده بتوصل لنا رساله اللي هو مهما كانت الصعوبات مهما كانت الظروف ربنا عندك ايمان بربنا. طبعا لازم تخلي عندك ايمان بربنا. يعني هو دايما الفرح قبل حزن ودايما الكرب بعديه على طول فرج. فعشان كده انا عارفه لما بيجيلي كرب ان ربنا هيعوضني بحاجه احسن واحسن بكتير. فعشان كده مبقاش شايله هم, مبقاش زعلانه. ممكن ابقى زعلانه شويه بس بعدين ببقى فرحانه. اكيد ربنا سايب لي الاحسن. ده اكيد ان ربنا سايب لي الاحسن. فعشان كده ببقى فرحانه. ايه اكتر حاجه بتفرحك؟ يعني ايه اكتر حاجه بتخليني فرحانه؟ اشوف عين اهلي نظرت كده اهوت ان هم فخورين. دي عندي بالدنيا كلها, وتقريبا اصلا بعملش كده غير عشانهم كده. انا ما بعملش كده غير عشان بعد ما نزلت المهنه دي بتشوفي النظره دي؟ بشوفها طبعا. يعني انا بابايا يعني الاول كان معترض على الموضوع, وبعدين لما لقاني ان انا عايزه اساعده كده حس بفخر. حس ان هو انا اصلي انا كان ليا اخ اكبر مني بس توفي. حس ان هو انا سنده. حس ان ربنا ما خدش منه حاجه غير لما عوضه بحاجه ثانيه. بس عشان كده بحس بالنظرات دي وبفرح جدا. ده اخوكي ده توفي امتى؟ قبل ما اتولد. ده قبل بكتير. فعشان كده طبعا هو تقريبا يعني هو لما ربنا رزقه بنت حس ان ربنا خد منه السند في الحياه. بس لما بقى يشوف انا بعمل ايه عشانه حس ان ربنا عوضه, ان ده عوض ربنا. فعشان كده انا ببقى فرحانه. هو قالها لي كده, هو قالها لي قبل كده, قالها لي انا انت عوض ربنا ليا, انت اللي ربنا خد مني حاجه وعوضني بحاجه احسن منها بكتير. فانا الكلام ده والنظرات دي اللي بتفرحني جدا. ايه اكتر دعوه بتفرحك وانت واقفه في شغلانك؟ ربنا يسترك. ده الستر ده اهم حاجه في الدنيا. بس انا لما حد بيقول لي ربنا يسترك انا بفرح بجد والله. يعني الستر ده اهم حاجه في الدنيا واحسن حاجه واحسن هديه اصلا الواحد يبقى ربنا يستر الدنيا واخره. طبعا اتعلمت ان الشارع اهم حاجه واحسن حاجه الصبر. اتعاملت مع ناس كتيرة واتعاملت مع طبقات مجتمع كتير علمتني الصبر. عشان كده دي اهم حاجة انا اتعلمتها. انا حاسة ان انا مكنتش نزلت هنا مكنتش اتعلم الصبر. انا فعلا اتعلمت الصبر وتعلمت ان انا ابقى اثق في ربنا اكتر واكتر. ايه اكتر موقف لو ما كنتش اتعلمت الصبر
كان هيكون رد فعلك غير رد فعلك بعد ما اتعلمتي؟ اكتر موقف، يعني مش عارفه، بس النظرات بتاعت الشباب، نظرات بنات بتبقى مهديه بس بتستحقرني، بس انا عشان صبوره وكده فعشان كده ما بروحش، يعني ما ببديش رد فعل يعني. وعشان انت مستبدله النظرات دي بنظرات والدك اللي هو انا طبعا فخور بيه. طبعا. بس طب تحب تقولي حاجه كده قبل ما نقفل اللايف؟ ايوه، احب اقول ان مفيش اي حد يستعر من اي حاجه بيشتغلها او اي حاجه بيعملها. الحاجه الصغيره اللي انت بتعملها دي قدام هتبقى حاجه كبيره جدا. ممكن حاجة صغيرة دي توصلك للي انت عاوزه، واللي هو الحلم الكبير. يعني انا ممكن العربية ديت عشان ربنا شايفني بجتهد يحقق لي الامنية اللي انا عاوزاها، ودي اهم حاجة عندي في الدنيا. بس وان محدش يأس ابدا، والله مهما كان اللي هيحصلك في المستقبل ده هيبقى قدر ربنا ليك. ولو انت حلمك في حاجة كمل في حلمك، حتى لو انت ما حصلتش عليه بس امشي فيه تاني، خليك مكمل وان شاء الله ربنا هيخليك توصل له اكيد. بس متابعينا زي ما انتم شفتوا نظرة الامل اللي عند نورة والطموح لبكرة وحلمها ان هي في يوم من الايام تخش الكلية اللي بتحبها وهي لغات وترجمة. زي ما شفتوا يعني ايه بنت رغم الصعوبات والظروف بتهتم بنظرة الفخر من ابوها ووالدتها اللي مخلينها النظرة دي مخلياها بتعمل كل الحاجات الصعبة دي وهي مبسوطة وفخورة بنفسها.